كنشكر الجمهور المغربي بزاف، وكنشكر الامهات والاباء واللي مريض الله يشافيه في الكورونا هذه، حيد عنا هذا الكوفيد ان شاء الله بعون الله واذنه. الغياب كان واحد الغياب، بانه كان غياب بانك واش انت ما غاديش تبقى تبان وانت زيرو درهم، واش تبدا تبان وانت زيرو درهم، ما عندك ما تاكل ما تشرب، فهمتيني؟ انت غادي تبقى تبان في الاعلام وانت ما عندك ما تاكل ما تشرب، تبقى تبان في اعلام وتبعصص ومرتك كتموت بالجوع وانت كتموت بالجوع، لا يعقل. قال لك المال هذا البانون، حنا تبعنا داك الشيء ديال المال البانون، تبعنا داك الشيء ديال الوالدين. قلت نمشي نخدم على راسي وننسى داك الماضي وننسى داك الشيء اللي فات ونبني مستقبل انا ومرتي. حنا ديما معشين ضاحكين، ديما واكلين ضحك، حيت السعاده لا تقدر بالمال، السعاده لا تقدر بالمال. راهي راه كتشوفني كضحك. هاد الساعه خويا خدام سيكوريتي ب 38 الف ريال الشهر. علاش انا خدام ب 38 الف ريال الشهر؟ حيت كنقول انا خدام دابا ب 38 الف ريال الشهر، غادي نخدم وغادي نبقى. علاش انا خدام وكنقلب، ماشي نبقى مريح. انا دابا ماشي في مصلحتي نقل ندير، باقي عندنا الكرا، باقي عندنا، ماشي ما كندويش على هاد الكرا ديال هنا، كندوي على كرا اخر، حيت الدار هنا بقى لنا 4 جور. هاد الدار هادي بقى لها 4 ايام دابا بالضبط، وغادي نطلقوها ان شاء الله. الدار هادي، هاد الدار بقى لها 4 ايام وان شاء الله غادي نعطيوها لمولاها. يعني نتوما جيتو دابا على غفله، نتوما جيتو على غفله، لقيتوني ناعس ياك اخويا، لانني كنت خدام بالليل تقهرت، خدمت بالليل تقهرت، قاسيت، عانيت، بغيت نوصل راسي براسي، ما بغيتش نوصل راسي بشي كما كيقولوا بشي شخص، نوصل راسي بشي واحد مشهور، ولا نطلع فوق من البوز ديال شي واحد مشهور وندير شي حاجه خايبه ماشي شله. نو انا ما بغيتش. انا الاعلام اللي قلقني في الاعلام هو الانسان ما تيعرفكش وما تيعرفش لوكور والقلب ديالك، وتيسب لك والديك ميتين. دليل على هذا الشيء، دليل على هذا الشيء، علاش انا ما بقيتش، دليل على هذا الشيء علاش انا ما بقيتش. بغيت حتى القناه ديال اليوتيوب ديالي، الناس كلها كتلقى معايا في الزنقه، مصطفى علاش ما دايرش القناه؟ كدير القناه ديال اليوتيوب ديالي. كان مقابله لي واحد السيد بحال اللون ديالي، مسكين صحراوي تيقال الله عمر هضر ظريف، مي داك الدري ما قاريش، مسكين ما قاريش، هو خصو يكتب لهم بلونجلي. انا كانوا كيديروا، كان كيدير مخالفات وكيعطيو انذار، هو ما كانش مدافع داك الانذار. يعني انا شفت شي وحدين مشات لهم 10000 15000، راه ما نعاودش لك، تزلقوا طاحوا في الارض، ماشي مشكل. مصطفى قلبو مكوي على لي زابوني، مشات جا عندي قال لي مصطفى القناه تضربات، حيت دار فيها شي فوتي في تضرب. قلت ماشي مشكل، الدنيا هانيه، تمشي قناه وما تجيش قناه، حيت كيقولوا تمشي قناه وتجي قناه. انا بغيت القناه تمشي، ما يصيبكم الا ما كتبه الله لكم. هذيك الشهره اللي كانت غتكون في حركك، ما عندي ما ندير بها اخويا، اسمح لي. مصطفى معروف بهذه القاعده، مصطفى ولد البلاد، مصطفى طيب بوزروك في كارتي كوبا في الطوارو ديال السباغه، فهمتي؟ مصطفى ولد الشعب، مصطفى نفسه حاره. هذوك الناس اخويا اللي جاوا من مورايا وتشهروا، هذوك الناس شوف كيكذبوا كيستغلوا، حيت حنا المغاربه عندنا المغاربه الله عمرها دار. اي حاله وريني انت اي حاله عمرك مشيتي لها وما تدخلوش عليها المغاربه، اي حاله يشوفوها المغاربه مساكن يدخلوا عليها، حيت المغاربه قلبهم زوين. ماشي كنقول هاد الهضره وانا ما باغي والو، انا باغي كلمه الحق، باغي الحق، فهمتيني؟ انا اللي بغيت نقول لك القناه، انا ماشي غادي حتى دابا حنا غادي نديروا واحد القضيه، غادي نضحكوا دابا، حنا غادي نضحكوا دابا وبصراحه. ايا دابا داير الزيف، غدا الصباح نحيدوا الايه الزيف، دير الجدل ولا ما ديروش؟ حنا عطيناك مثال، ولاو لعب دابا في اليوتيوب سميتهم اللعب، اللعب ديال المال ديال الموكا. حيت انا كنشوف دابا واحد دار راسو تخاصم مع صاحب مرتو، الاخر ضرب مع خالته، هذيك ضربت مع عمتها. واش عمركم شو اكشوان في هاد الخلافات اللي كيقولوا عليا كاع تافه وما عرفتش شنو هو؟ عمركم شوني في شي خلاف طايح في النيفو؟
انا ما تنتعاير مع حتى واحد، انا ما تنسب حتى شي واحد، ناضوا شي وحدين هضروا فيا ودواو وقالوا وقالوا وخلاو هذاك الديسك خليت لهم الله، حيت الناس كتشوفك غادي بخير. انا ما ربحت والو من هذا الشيء، ربحت هذيك الملائكه اللي عطاني الله، ما بغيت والو انا عباد الله. مؤخرا عندي فيلم مغربي غادي يكون في واتزم ان شاء الله، تحيه للسيد اللي بلا ما نذكروا الداعيه اللي ذكر الاسماء، تحيه للسيد اللي البارح عيط لي بالاماره بالليل وقال لي راه غادي تجي لهذا اللي عنده تما الوزان، ومهم هذيك الهضره، المهم غادنا الاعجاب ديالكم ان شاء الله الا بغى الله، ومن هنا لقدام ما تشوفوا مصطفى اخر، ومصطفى راه غادي وكيتبدل، حيت مصطفى انا ما بغيتش الناس تبقى تقول مصطفى، انا اللي كيمرضني وكيضرني هو تيقول لك مصطفى شمكار، مصطفى دار، مصطفى دار، اوريوني عباد الله واش كاين شي شمكار عنده الضحيكه، راه لكل فن طرب عباد الله، عباد الله راه ربي مي كيعرف قلبك زوين وتيعرفك مشيني، والعوينات هانتوما هانتا هانتوما هذيك النار حسبت الرموش ديالي، عاود لي واحد السيد قال لي انا راه الليله اللي قبل منك حسبت الرموش ديالي لقيت 40 رمش، شو ربي برضات الوالدين والزهر، عطاني 80 رمش في عينيا، شوفوا عينيا كي دايرين. وا كنعيشوا خويا الحجر الصحي، كنعيشوا بحالنا في حال الناس، الكمامه ديما كنديرها، كنخرج بالكمامه، كان شي محل ندخل ليه التعقيم، ندخل قبل ندخل المحل نعقم راسي. الليله ديال العزه انا شوف، وحق لا اله الا الله، وحق لا اله الا الله، ربي فوق مني، الى واحد النار، الى واحد النار داك اللي كنت خدام فيه، واحد السيد قال لي راه غيدوز شي نار شي واحد يذبحك هنايا على على الخلا والقيفار. لا عمرك شي سبع كحل، راه هو هذا اللي كيهضر. بركش قلت لي اش غادي دير، اش غادي دير اخويا؟ قلت لي خويا غادي تخلي عندي الكلب ديالك هاد الايامات نخدم به، راه الليل الكلب اخويا كيعاونني، ما اش غنقول لك، كحشمت كاع كيبقى ينبح والله، بان لي شي واحد ديز كنقول اتاك ما كيمشيش، ابار الاخر اللي كان قلت لي اتاك وعضني في رجلي، هذاك ابار هذاك خليه بوحدو هذاك. واللي صعيب هو بنادم يبني مستقبله بلا والدين، حيت ملي كيبني يمشيو لك الجناوح ما تقدرش تطير، وصعيب على بنادم يتكلف بواحد بنت الناس في العمر ديالها 18 عام بقى قصير، وصعيب بنادم باش يفهم واحد الدريه بقى صغيره ويمشي لها على العقليه ديالها. حنا ما خدينا بارتمون، ما داروا لنا عفش، ما والو، وما فرطتش فيها وما نفرطش فيها، حيت الحب هو اساس، الحب هو حب الروح ماشي حب السدادر والطلامط والزرابي، حب الروح. حنا بغينا بعضياتنا، بغينا بعضياتنا من قلبنا، ضحينا مع بعضياتنا، كانت عايشه معايا في كارتي كوبا، كانت عايشه معايا في دربنا فيك تعيش، مسكينه الدريه راضيه بما اللي كان، كتقول لي اللي كان ناكلوه، راه ما كاينين دابا دريات، ما نكذبش عليك نجيك ديريكت، كيطلبوا في الصداق بزاف. ولا قلت لك شحال عطيتها، راه لا اله، راه الحب، الحب راه الحب، راه الحب واعر عليهم. واش غنقول لك، والله ما عطيتها شي حاجه، والله ما عطيتها شي حاجه مسكينه وحق الله، والله ما عطيتها شي حاجه بالله. واش هذاك العرس بعدا انا خديت فيه شي حاجه؟ ها واش تمروا الدراجيات داهم؟ ذاك المثال اللي قال واحد العطار، ما عند العاطي ما يعطي، يكون عطاوني يكون عطيتها، كون عطاوني كون عطيتها. ما اش غنقول لك، اش غنقول لك، الشهره ما ربحت منها والو، ربحت منها كانت تم دايز، الناس كلها كتحترمني، الناس كلها كتحترمني، الشهره اش ربحت منها؟ اش ربحت؟ قول لي اش ربحت؟ الناس كدوز كتحترمك، مصطفى خويا هادي من هنا كيحترموك، علاش؟ عارفينك ود الناس، وغادي نبقى ديما ود الناس، وغادي نبقى ديما نحب الناس، وعاش الملك. والله يحيد عنا هذا الوباء هذا. انا باغي نبدل الخدمه، انا دابا هذه الكلمه هذه الرساله هذه كنوجهها، ما كنهضرش على راسي، بغيتهم يتعاونوا مع الشباب المغربي كامل، حيت الشباب المغربي ديالنا شحال من واحد مسكين ضرب فتره شي سجنيه وخرج منها، خرج وبغى يكون راسه. انا راه دابا انا 6 سنين ما بقيتش دخلت لذاك القنت، 6 سنوات
لا يعقل. نجيب فيش بيميتريك ونبدا نقلب فيش بيميتريك، راه نمشي ناخذها. راه الا كانت الشركه عندها مصداقيه راه تخدم صديق مصطفى، حيت المغرب كله والناس الكبار المهمين، وتحيه للامن بزاف، وتحيه للناس المهمه الكبار في البلاد، عارفين مصطفى وكيتفرجوا في مصطفى بانه قدوه وجمع راسه. خويا بزاف تقار، ما نكذبش عليك، انا ما سيكيريتي بزاف سخسخاتني وعذباتني. انا الخدمه اللي كنحب هي البيع والشراء فونتوز، فهمتي، كنخدم فهمتي، كندبر على راسي مزيان فهمتي، وتنطلب انا من شي ولد الناس، شي ولد الناس الا كانت شي خدمه زوينه مرحبا، انا نخدم خدمه تكون زوينه، نخدم من غير السكيريتي، نخدم ان شاء الله الا بغى الله، وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يجيب الفرج من عنده. الصالون ديال الحلاقه ما عنديش باش نديرو، باش كنت باغي، كان عندي طموح باش نديرو. واش انا كنقول لك باقى لي 4 ايام وغادي نخرج من دار الكرا، وكتقول لي ندير صالون ديال الحلاقه؟ واش باقى لي 4 ايام ونخرج من دار الكرا؟ راه السيد اللي كاري ليا كنترجى منه حاجه وحده من هذا المنبر هذا، حيت السيده اللي غتخوي لي الدار هنا واحد القنت هنا غادي نمشي، قالت لي حتى الشهر الاخر في شهر 10، حيت كدير معنا الاخر في شهر 9، دابا قالت لنا حتى الاخر في شهر 10. انا من هذا المنبر السيد اللي كاري لي انا كنقولها ليه، دار معايا الاله ديال المزيان، الله يعمر ليه الدار، الله يشافي ليه مهمته، الله يعطيه منوه، راه تعامل معايا ودار معايا مزيان. يعني داك السيد حاجه وحده اللي بغيت منه، وهو يزيدنا فرصه شهر اخر مرجومين كاخي، تزيدنا شهر اخر، بما السيد اخوة الدار ومريضنا ما عنده باس. شوف واحد القضيه بغيت نبينها للجمهور المغربي، شي وحدين تيشوفوني كنبكي دغيا، راه الانسان اللي دمعته قريبه لعينيه كيكون انسان قلبه بيض، والظاهره ما كيعطاش الله لاي واحد. ملي كتكون دمعتك قريبه لعينيك كتفكر شي حوايج، كتبكي بالزربه، راه ما عطاش الله لاي واحد. دابا تركيا كنت غنمشي هاد لي، دابا كنت غنمشي هاد ليامات ان شاء الله، الا كان كنت غادي نمشي لتركيا، حيت انا ما كنت غادي نمشي لتركيا بيني وبينك، اسمح لي كنت غنستقر تما بالعربيه الفصحى. ناضوا ناس قالوا لي مصطفى حنا غندعموك وغنعطوك فلوس وغتمشي لتركيا وغنديروا لك برامج وغنديروا لك وغنديروا لك، بغينا نفقسوا شي وحدين في المغرب ما بغاوش يساعدوك. ماش غنقول لك، انا ما كرهتش انا نبقى خدام في بلادي، نجيك ديريكت. الناس اللي كتشكرني كلها، الناس اللي كتشكرني كامله، تنساندا من هذا المنبر، وتنحبكم كاملين، واللي عنده شي وليداتو يحضيهم، راك سمعتو هاد اليامات اش ولا، اللي عنده شي وليدات يحضيهم. والاولى والاخرى انا راه والله العظيم كنقول هاد الكلمه من القلب الخالص ديالي، عندي ديك الوليه هي اللي عندي، راه ما تيزورني حتى واحد، راه ما كاين لا عائله لا حتى واحد، راه ما كاين لا مسانده لا والو، لا ما جبتش خبزه ما كاينش اللي عطاها ليا. وكنتمنى تكون عائلتي هي المتتبعين، والاولى والاخرى الله يرحم اللي ميتين ليه والديه في المغرب كامل، كاع اللي ميتين ليه والديه في المغرب الله يرحمو، يا ربي ترحم كاع اللي ميتين ليه والديه في المغرب في هذا النهار هذا، يا ربي يا ربي، ويا ربي تهدي الدراري الشباب، يا ربي تهدي الدراري الشباب يا ربي في هذا النهار، يا ربي كاع اللي عنده شي اللي عنده شي ام مريضه يا ربي تشافيها ليه. وانا كنقول للشباب اليوم نصيحه من مصطفى اكشوان، تهلاو في والديكم وما تنيرفيوهمش وما تمرضوهمش، حيت الا مشاو لكم والديكم ما غتلقى السند ديالك. حيت انا علاش كنبكي، انا عارف علاش بكيت، كون كانوا الوالدين ما غنطيحش في هذا الشيء كامل، كون كانوا الوالدين معايا في العرس في جنابي ما غيطراش لي هذا الشيء، كون كانت عندي امي وبا في العرس في جنابي حاضرين ما غيوقعش لي هذا الشيء. حيت هذاك الداز وداك الشيء اللي كتشوفوا في الدراجيات حشومه صاحبي، حشومه يطمعوا لها في الدراجيات، والتمر وداك الشيء ديالها ما داتوش ما خداتوش، وانا قلبي تيضرني فهمت هذا الشيء، علاش انا كنقول هذا الشيء ومسامح لاي واحد، مسا كاع اللي دار فيه العيب مسامح ليه والدنيا هانيه. مصطفى انتم كتعرفوا الدمعه ديالو قريبه من عينيه، وجزيل الشكر للناس اللي سانداتني ووقفات معايا.